مشاهدونا ومشاهدي في الجول.com اهلا بيكم في حوار خاص جدا. نجم فولفسبورغ الالماني واللي ما ان وضع قدمه في منتخب مصر الا واصبح اساسي دائما ولم يخرج من التشكيل ابدا، نجمنا النهارده هو كابتن عمر مرموش. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك. الاخبار؟ خش على طول في الاسئله. وعقدك بينتهي في 2023، صيف 2023، يعني بنهايه الموسم اللي جاي. انت السنه اللي فاتت كنت معار لشتوتغارت، فهل السنه دي ناوي ان انت ترجع لفولفسبورغ ولا بتبحث عن فرصه اخرى؟ انا بحترم عقدي في فولفسبورغ ان انا قدامي سنه، فطبعا لازم ارجع الاول اعمل فتره الاعداد هناك واتعرف على المدرب الجديد واشوف ان الفرقه عامله ازاي هناك. بس انا هدفي ان انا اكون بلعب دايما، يكون رجلي في الملعب، فلو فولفسبورغ مش هتديني ده يبقى همشي اكيد. و حلمي طبعا ان انا العب في الدوري الانجليزي، ولو حاجه جت ان شاء الله وجم بحاجه مناسبه واتكلموا مع النادي والدنيا مشيت يبقى طبعا اخد الفرصه دلوقتي بدل لما استنى بعد السنه الجايه ان شاء الله. في فولفسبورغ تغيرت الاوضاع دلوقتي، يعني جابوا مدرب جديد هو نيكو كوفيتش. نيكو كوفيتش مدرب طبعا شهير في اوروبا وليه اسمه، مش شايف ان هي دي ممكن تكون فرصه ليك انك تتدرب معاه او تتكلم معاه بحيث ان انت لو هتاخد فرصتك وهتشارك باستمرار يكون الافضل ان انت تكمل هناك؟ طبعا نيكو كوفيتش مدرب كبير ومعروف في اوروبا، كان بيدرب بايرن ميونخ واخر فرقه كان ماسكها كانت موناكو، بس انا لسه ما اتعرفتش عليه فانا ما اعرفش هو بيفكر ازاي ولا بيلعب ازاي. بس طبعا اي مدرب جديد بيجي بحاول اول لما يوصل ان انا لما اكون فتره الاعداد اسمع كويس هو بيقول ايه واسمع هو عايز نلعب باني طريقه وعايز من كل لعيب ايه، ان انا اول لما ابدا معاه اكون بعمل كل اللي هو عايزه ان انا العب. طبعا ان انا عندي ثقه في نفسي ان انا رايح هلعب على اي حد، فمش دي مشكله ان هو مدرب جديد او مدرب قديم، انا رايح ان انا العب واكون من الاساسيين ان شاء الله. بيحصل دايما ان هو اللاعب بيتكلم مع المدرب في بدايه الموسم والمدرب بيقول له انت دورك السنه دي انا متوقع ان انت هتكون احد اللي انا بعتمد عليهم او روتيشن بلاير او مش هعتمد عليك الا نادرا. اكيد ده حصل في السنين اللي فاتت ليك مع فولفسبورغ، بس هل كان بيتطبق ولا هو كان الاتفاق فعلا ان انت مش هتحصل على فرصه كبيره في المشاركه من الاول؟ طبعا انك تتكلم مع مدرب ان هو يبقى على طول صريح معاك بتبقى حاجه كويسه جدا. مع فان بوم المدرب اللي فات اتكلمت معاه في اول الموسم وهو كان بيقول لي يعني بصراحه ان انا مش شايفك دلوقتي تقدر تلعب تبقى من الاساسيين، هتخش هتنزل من الدكه هتنزل 10 دقائق تلت ساعه، بس انت مش شايفك من الاساسيين دلوقتي. فانا خدت القرار على طول ان انا امشي ورحت وقتها سان باولي في الدرجه الثانيه ان انا العب واحسن من نفسي وبس. هيبقى نفس الحاجه دلوقتي لما ارجع اتكلم مع مدرب واشوف ايه نظرته وهو شايف ايه ومحتاج مني ايه وبس ان شاء الله. يعني لو الدنيا مشيت يبقى اكمل في فولفسبورغ، لو في عرض كويس جه النادي يبقى همشي. كتير من اللاعبين بيبقوا بيقدموا مستويات ممتازه جدا في دوريات مش الدوري الانجليزي مثلا او الاسباني، دوريات اقل شويه، ولكن ما بيجيلهمش عروض من دوريات كبيره، فيقول لك ان ده لو كان ليه وكيل مختلف كان زمانه في حته تانية تماما. فهل ده حصل معاك او بيحصل سواء بالنتيجه دي او بالعكس ان هو لا وكيلك بيجيب لك عروض فعلا ممتازه؟ طبعا الوكيل بيفرق فرق كبير جدا، بس في الاول والاخر احنا بنلعب كوره ولو اديت بشكل كويس في الملعب، لو معكش وكيل، لو معاك احسن وكيل في العالم هيجي لك النوادي اللي انت عايزها. اهم حاجه انك تكون بتلعب كويس وبتادي بشكل كويس. بس طبعا انا لسه ماضي مع شركه ستيلر، اكبر شركه وكاله في انجلترا، وطبعا حاسس دلوقتي يعني حتى ما بقاليش مثلا شهرين وفي فرق طبعا كبير ان يكون معاك اسم كبير وراك عنده لعيبه كتير في انجلترا وفي العالم كله، فبيبقى الكونكشن مع النوادي الثانيه اسهل غير لما يكون وكاله صغيره وما عندهمش لعيبه كتير فما بيتكلموش مع نوادي كتير دايما. يعني الشهرين دول فرقت جالك عروض مثلا ولا بتفرق في ناحيه ايه؟ جالك عروض اوريدي؟ يعني مش اكيد جالي عروض في الفتره اللي فاتت، بس من قبل كده برضو قبل ما انقل للستيلر كان دايما بيجي لي عروض برضو، بس هي بتفرق ان هم عندهم قوه ان هم يقدروا يكلموا اي نادي في اي حته وعندهم لعيبه في اعلى مستويات في اعلى النوادي في اوروبا، فدي طبعا بتفرق ان هو دايما على تواصل مع النادي فبتبقى اسهل له ان هو يعرض عليه لعيب تاني غير لما انت تكون لسه عايز تفتح كلام مع النادي ده. عمر انت بتلعب في كل مراكز الهجوم، مش هسألك ايه مركزك المفضل، لكن ايه الاضافة والميزة اللي بتعملها في الملعب في كل مركز سواء مهاجم او جناح او مهاجم متأخر او صانع العاب؟
انا فعلا في الفتره اللي فاتت لعبت كل المراكز حتى في المنتخب وفي النادي، كنت بلعب فيرويد، كنت بلعب رقم 10 ووينج شمال وينج يمين كل المراكز يعني. بس انا دايما بنزل الملعب بشوف المدرب عايز من المركز ده ايه، يدينا مثلا تعليمات معينه، فانا بنزل احاول على قد ما اقدر ان انا انفذ اللي هو بيقوله، وطبعا احاول ان انا ادي الفرقه حاجه من عندي انا، وان انا احاول اساعد الفرقه طبعا بجوان واسيست، بس دي طبعا بتبقى حاجه توفيق من ربنا في الاول والاخر. بس بفضل طبعا الجناح الشمال او الفيرويد شويه عن ناحيه اليمين، بس حتى الماتش اللي فات لعبت ناحيه اليمين وعادي يعني، بنفذ المدرب بيقوله وخلاص. بس مركزك المفضل هو المهاجم الصريح؟ مهاجم الصريح او وينج شمال. انت السنه اللي فاتت في الدوري الالماني لعبت 23 مباراه بس، غبت 11 وكانت كلها اما للاصابه او للتواجد مع منتخب مصر. 11 مباراه تغيبهم رقم كبير، بس طبعاً. في المقابل كنت موجود ضمن المرشحين لافضل لاعب شاب في الدوري الالماني، ازاي عملت ده وكان ايه صدى ده في الاعلام الالماني عليك يعني؟ طبعا كانت حاجه كبيره جدا ان انا اخد احسن لاعب شاب في الدوري مرتين شهرين يعني، بتوريك انك بتأدي بشكل كويس، وان انا فعلا كنت بدي كل حاجة عندي، وكنت عامل حساب ان انا هيجي لي موسم زي ده لازم اكون جاهز له. من سنتين او من ثلاث سنين كنت يمكن مش باين قوي في الكورة، كنتش بلعب كتير في فيسبوك، ولما اخدت العرى كان هدفي ان انا ابين نفسي واوري الناس ايه امكانياتي، وطبعا ان انا اغيب عن الفرقه بسبب المنتخب فعادي يعني، مش ما عنديش مشكله خالص. قبل المنتخب اتصبت في التمرين فغبت تقريبا 5 أو 6 ماتشات، دي كانت صعبه بالنسبه لي انك بتكون قاعد مصاب مش بتلعب ماتشات، وبتكون بتروح الاستاد تتفرج على فرقتك، هم بقى بيكسبوا بيخسروا، انت مش قادر تساعد الفرقه ولا تشاركهم. بس انا كنت مركز جدا في اكلي ونومي وطريقه التمرين ان انا اقدر أعدي بالشكل ده في كل الماتشات يعني. المدير الرياضي لشتوتغارت اشتغل لمدة سنة في أرسنال كان، لكنه نال انتقادات شرسة جدا على قراراته في الفترة دي من الصحافة الإنجليزية، تحديدا الصفقات يعني اللي عملها. كان إيه دوره في التعاقد معاك، وتقييمه إيه إجمالا يعني بشكل عام لعملك معاه والفترة اللي كنت تواجدت فيها معاه؟ هو شتوتغارت بصفة عامة نادي كويس جدا، وبيدي فرص لعيبة صغيرة كتير، مثل انتات برضو شاب في نفسه كده شويه، ان هو بيتكلم مع اللعيب عادي مفتوح، وهو يعني يعتبر من اعلى الناس في النادي، فانت لما العلاقه تكون كويسه معاه تقدر تتكلم بصراحه وتقول كل حاجه جواك. طبعا لما كلمني كان هدفي ان انا جاي العب واساعد الفرقه، هم كانوا محتاجيني طبعا. عدينا برضو في فتره صعبه الفتره اللي فاتت ان احنا كنا بنلعب على الهبوط، بس ثقته فينا ما قلتش خالص، وكان دايما بيخش يقول لنا انتوا من احسن الفرق في الدوري وبتلعبوا احسن كوره، بس احنا بس عايزين نكسب وناخد نقط. من الناحيه دي انا شايف ان هو كان عمل شغله وكان كويس جدا يعني الموسم ده. هاخد من اجابتك سؤال تاني. شتوتغارت من الانديه العريقه جدا في المانيا، بس لقيناه بيصارع على الهبوط السنه دي، وده بقى الحال المعتاد في المانيا مش شتوتغارت بس. يعني بنشوف انديه عريقه جدا زي تشالكا زي هامبورغ، كلها انديه هبطت وصعدت ومنها اللي لسه ما صعدش وما الى فيردر بريمن. فازاي الاداره كانت الاول رغم كل ده واثقه في ماتاراتزو المدرب، وايه اللي بيخلي الانديه الكبيره كده في المانيا توصل للحال ده في الفتره دي؟ الناس من بره بتبقى شايفه حاجه مش شايف اللي بيحصل جوه النادي. ف شتوتغارت طبعا فريق كبير جدا، بس الفتره اللي فاتت اخر 5 6 سنين ما كانتش ماشيه معاه جدا، كانوا مواجهين مشاكل كبيره طبعا، في حاجات كتير الناس ما تعرفش عنها، بس شغل المدرب في التمرين وفي الماتشات بيبان من اللعيبه والناس اللي جوه النادي اللي شايفه ايه اللي بيحصل كل يوم، والمدرب بيدي قد ايه للنادي. لو حد اتفرج على الماتشات برده كنا بنلعب بشكل كويس جدا، مع اننا كنا تحت خالص، كنا بننافس عادي مع اي فرقه، كنا اخر ماتش حتى او قبل اخر ماتش لعبنا البايرن وكنا 1-0 يعني، جبنا الجون قبلهم، فاحنا بنحاول نلعب بالطريقه دي وده بيبان للناس في النادي. ف ممكن بيبان للناس اللي ما تفرجش على الماتشات بالتخصص يعني، ان هي شايفه ان الجدول احنا في اخر الجدول فاحنا فرقه وحشه والمدرب وحش، بس هو كان عامل شغل كويس جدا، بالذات بالامكانيات اللي معانا في الفرقه كنا بنلعب بطريقه كويسه جدا. فبالنسبه لي يعني مش شايف حد احسن ممكن يعمل الموضوع ده، وعشان كده كان قاعد في النادي ان هو عنده فكره وعايز يطبقها.
ونسبه كلامك عن بايرن ميونخ الناس جمهور عادي حتى هنا في مصر لما يكون بيشجع فريق بيلعب بايرن ميونخ بتبقى ليله صعبه قوي. انت كان احساسك ايه وانت بتلعب قصادهم في اليانز ارينا؟ طبعا بايرن اكبر فرقه في الدوري وكله عارف كده. انت بتبقى رايح حاطط في دماغك انك عايز تكسب. حاجه صعبه جدا انك طبعًا. تكسب قدام البايرن بالذات ان هم عندهم لعيبه كتير واللعيبه كلها جامده. انت رايح حاطط في دماغك انك هتكسب. لو خسرت عادي بتحصل يعني مش انت اول واحد خسرت مش اول واحد خسرت 4-5-0 بالظبط. بس احنا نزلنا وكنا قلنا خلاص هننزل وكل واحد يعمل اقصى مجهود ويدي اقصى حاجه عنده والتوفيق في الاخر بتاع ربنا يعني. والحمد لله عملنا ماتش كويس وبس يعني. اي فرقه بتروح للبايرن بتبقى متوقعه ان هم يلعبوا ماتش زي ده. انت اتعلمت الماني وبقيت بتجيد الالمانيه صح؟ اه. في 2017 انت رحت ما كنتش بتعرف الماني. لا. ازاي بقى قدرت تتعلم اللغه بسرعه وليه الخطوه دي ما بيعرفش يعملها لاعبين محترفين تانيين في مصر واعتقد بتاثر كمان على مسيرتهم يعني؟ انا لما طلعت لفرقه الرديف السكند تيم في فولفسبورغ ومن اول يوم او تاني يوم ابتديت اخد دروس الماني. منك انت بشكل شخصي ولا النادي؟ النادي. وانا كعمر كنت عايز برضه اتعلم اللغه عشان دايما بره بالذات في المانيا من البلاد المعينه انك لما تتعلم لغتهم بيبصوا لك بطريقه تانية خالص. طبعا الناس اللي بتحترف في فرق اكبر بتبقى الدنيا اسهل شويه انك عندك لعيبه من كل العالم بيتكلموا انجليزي عادي وتلاقي معظم الفرق بتتكلم انجليزي. بس انا لما سافرت الفرقه ما كانتش بتتكلم انجليزي كانوا كلهم بيتكلموا الماني. واول لما تنزل الملعب مش هيفكر يكلمك انجليزي واحنا في وسط الماتش. فانا تقريبا بعد سنه اتعلمت اللغه وفرقت معايا جامد جدا ان انا المدربين بيشوفوا ان انا عايز احسن من نفسي وعايز اتعلم اللغه. في المانيا اعتقد من المصريين طبعا في نجوم كتير تالقوا هناك هاني رمزي وغيرهم طبعا الاشهر كان والاحدث محمد زيدان. هل الاعلام هناك قارنك خاصه ان هو ده اللي بيلعب في مركز قريب من مركزك هل الاعلام الالماني قارنك بمحمد زيدان هناك؟ لا انا ما مش واحد بيركز مع الاعلام او بيقول ايه ما بيقولوش ايه. بس اول لما رحت كان لما اقول ان انا مصري كانوا دايما بيقولوا لي موزي دان من دورتموند وحاجات كده. طبعا هو معروف انك تلعب في دورتموند وتبقى لابس رقم 10 في وقت من الاوقات حاجه كبيره جدا طبعا. وبالذات ان اللعيبه المصريه اللي لعبت في الدوري ده مش كتير طبعا. مش ما كنتش بقارن بيه بس اول لما يعرف ان انا مصري كانت اول حاجه بتتقال لي محمد زيدان وطبعا كابتن محمد صلاح يعني. كان ليك تصريح سابق انك ما حصلتش على فرصه في فولفسبورغ ورد المدير الرياضي لفولفسبورغ وقتها عليها. فهل اتكلمتم بعدها او حصل اي تواصل لانه ما كانش راضي يعني عن تصريح قال ان هو ما ينفعش ان انت تقول كده؟ علاقتي مع الناس في فولفسبورغ كويسه جدا وكلامي في وقتها ما كانش موجه بالطريقه دي. انا من الارقام باين ان انا ما خدتش فرصتي. ممكن اكون لعبت كام ماتش بس في وقتي في فولفسبورغ ما لعبتش ولا ماتش من الاول. ما كنتش في ال11 وكمان وانا في الرديف قعدت سنتين سنه منهم لعبت 4 ماتشات اجمالي 49 دقيقه حاجه كده. فعشان كده انا كنت بقول ان انا ما خدتش فرصتي. بس دلوقتي الموضوع اتحل واتكلمت معاه بالذات بعد الماتش اللي لعبناه ضدهم. دايما الحاجات اللي بتتقال في الاعلام او في البريس كونفرنس او حاجه كده ممكن تتفهم غلط. فدايما بحاول ان انا اكون ان انا اتكلم معاه دايركت بتبقى احسن بكتير طبعا. بمناسبة ماتشك معاهم انت قدام فريقك القديم وسجلت فيهم فنانكا فكانت دي اثارت غضب جماهير فولفسبورغ. فهل اتحل الموضوع ده ولا هتتعامل ازاي بعد رجوعك يعني؟ لا اتحل. معرفش الجمهور لسه زعلان مني شويه. في وقتها ما كنتش بفكر ان انا عايز ان انا احطها بسخريه او حاجه. ان انا بس عايز اجيب جون شكله حلو يعني كان ممكن ان انا احطها في اي زاويه من الزوايات. بس كرة زي دي لو جبتها جون الناس كلها العالم كله يقول لك انت احسن لعيب في العالم ولما تضيعها الجمهور هيبهدلك. خلي بالك في حالتك انت كان الموضوع اصعب ان انت لو ضيعتها فريقك جماهيرك الحاليه هتقول ده متواطئ مع فريقه الاصلي ولو سجلتها فريقك الاصلي انت بتستهين بينا بالظبط. بس بصراحه الجمهور بتاع شوتجارد ساندني في الموضوع ده وطلعت حتى انا بعدها اتكلمت ان انا ما كانش قصدي ان انا اسخر يعني من فرقتي القديمه وبس يعني الموضوع ماشي الحمد لله. عمر انت معاك الجنسيه الكنديه هل حصل اي تواصل في اي فتره من فترات ان هم طلبوك ان انت تلعب تحت العلم الكندي ولا ما حصلش اصلا؟ وهل لو حصل كان ممكن تفكر ولا انت كده كده يعني هي مصر بس؟ هو حصل. هي اول مره اقول الموضوع ده. تواصلت مع المدرب بتاع كندا كذا مره قبل ما اجي منتخب مصر بس قبلها بفتره لما كنت بلعب في بوندسليجا بس ما كانش
ما كنتش لسه بادي بشكل كويس ولا ما كنتش بشارك بصفه كبيره. فوصلت معاه كذا مره واتكلمنا كذا مره ان هو عندهم مشروع عايزين يوصلوا كاس العالم وعايزنا ابقى حته من المشروع ده. بس انا بالنسبه لي ما كانش الموضوع مغري خالص. كان انا دايما بفكر لا انا هضحي بكل حاجه ان العب منتخب مصر واستنيت فرصتي. والحمد لله لما جت خدتها. بس ما كانش في دماغي خالص ان انا اروح كندا. بس طبعا اتواصلوا معايا ودلوقتي يعني هم يلعبوا كاس العالم الجاي واللي بعده. بس لسه انا بالنسبه لي ان انا العب لبلدي حاجه اكبر بكتير غير ان انا العب لمنتخب كندا. خلي بالك للناس اللي مش متابعه، فهو فعلا المشروع الكندي حاليا واللي اهلهم لكاس العالم هو قائم على ان هو القايمه كلها من اللاعبين اللي هم كانوا مغتربين كنديين مقيمين في الخارج. ايوه تاكيدا على كلامك. فتره كارلوس كيروش، كارلوس كيروش هو اللي ضمك لاول مره منتخب مصر وفي اول مباراه بالفعل سجلت هدف والناس يعني اشادت بيك جدا. تقييمك ايه ولفتره كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟ وهل كنت بتفضل استمراره ولا كنت شايف ان هو خلاص كده فعلا يعني عمل اللي يقدر يعمله؟ يعني مش شغلتي ان انا اقيم اداؤه. اقدر اقول على مستوى الشخصي بالزبط. كعمر ان هو جابني المنتخب دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي واداني فرصتي واداني الثقه ان انا اجي العب في منتخب مصر بصفه اساسيه كمان. فطبعا لازم اشكره على الموضوع ده. وكمان شفنا ان هو جايب كذا لعيب تاني يعني كان في لعيبه في الدوري المصري ما كانش كل الناس بتبص عليها وجم ولعبوا وشاركوا وكان شكلهم كويس جدا. فطبعا دي بتبين ان هو عمل حاجه للمنتخب. وفي وقتها وصلنا لنهائي كاس افريقيا ونهائي تصفيات كاس العالم. فتقريبا يعني اي حد هيشوفها هيقدر يقول يعني لو عمل شغل كويس ولا لا. هو في امم افريقيا احنا لعبنا ضربات جزاء اكتر من مره، مرتين ثلاث مرات اعتقد. هل فعلا كان في لعيبه في وقت ضربات الجزاء بتقول ان هو لا انا مش قادر اشوط او مش عايز اشوط فاضطر ناس ثانيه ان هي تخش تشوط قبلها؟ ما كانتش تبقى كده. كان كل واحد عارف نفسه وعارف هو تعبان ولا مش تعبان وهيجيب الجون ده ولا لا او هيجيب ضربه الجزاء دي ولا لا. فكان دايما بيبقى في اربع خمس لعيبه اول لما نخش في مرحله ضربات الجزاء ان هم بيطلعوا يقولوا ما انا دلوقتي حاسس ان انا كويس انا هخش اشوط. في اللي بيجي يقول انا مش حاسس ان انا قادر او ان انا تعبان من الماتش فالاحسن ان حد تاني يشوط. طبعا حد يشوط ضربه جزاء محدش يعني الحمد لله ما عندناش حد بيخاف. فلو حد لازم يشوط هيخش يشوط. بس بتبقى هي حاجه يعني احساس بس في الملعب. عمر ازاي بتتعامل مع الانتقادات بشكل عام؟ يعني اللي حصل بعد بطوله افريقيا وعدم التاهل لكاس العالم بعدها كمان كان ادى الى انتقادات كتيره ليكوا كلكم. فانت عموما بطبيعتك بتتعامل ازاي مع الانتقادات اللي بتوجه ليك؟ انا كلاعب كوره بقالي كذا سنه بلعب كوره عارف ادائي وعارف لو انا كنت وحش او كويس في الماتش. ودايما بعد الماتش بحاول ان انا اتفرج على الماتش تاني واشوف الغلطات والحاجات الكويسه اللي انا عملتها. عمري ما اسمع للناس اللي بتقعد تتكلم عليا. ان انا عارف قدراتي وعندي ثقه في نفسي ان انا عارف ان انا ممكن العب في اعلى مستويات في العالم. وبس كل واحد يعني وطريقته. وانا واحد من الناس اللي انا ما بسمعش ولا بقرا. انتقدتم بشده بسبب الاداء الدفاعي خلال امم افريقيا، لكن هل الجيل الحالي كان قادر ان هو يقدم كره هجوميه اكتر من كده لو كان التعليمات الفنيه اللي جايه لكم بتتقدموا اكتر، ولا هو فعلا دي الطريقه الانسب لامكانيات اللاعبين حاليا؟ لا ما اعرفش بصراحه يعني انا مش مدير فني. بس على الاقل مستوى شخصي انت ممكن يعني احنا عندنا امكانيات تقيد بتعليمات فنيه ان انت ما تتقدمش اكتر من كده مثلا، ما يبقى ليك واجبات دفاعيه اكتر من الهجوميه ولا ايه؟ لا هو انت بتبقى واخد تعليمات من مدرب بتنزل تنفذها. طبعا بيجي لك اوقات في الماتش انك لازم تنفذ من دماغك. احنا عندنا الامكانيات في المنتخب بتاعنا ان احنا نلعب كوره كويسه جدا وعندنا لعيبه جامده جدا. بس التوفيق مش مناسبنا بس الفتره اللي فاتت وبنشتغل على نفسنا جامد وكله مركز في نادي ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه نقوم تاني ونبتدي من اول وجديد ونشتغل ونحقق حاجه كويسه. طيب مع منتخب مصر انت اتمرنت لحد دلوقتي تحت قياده كارلوس كيروش وكابتن ايهاب جلال. انهي طريقه كانت مناسبه اكتر لامكانياتك انت؟ في كل الاحوال انت لو بتنزل تادي التعليمات المناسبه للفريق، انما انت انهي كانت مريحك اكتر في الملعب؟ احنا يعني لعبنا مع كيروش 8 او 9 ماتشات، كابتن ايهاب جلال لعبنا معاه ماتشين. فما لحقناش نتعلم هو عايز مننا ايه بالظبط او ما لحقناش نشوف هو بيطلب مننا ايه.
طبعا لما تبقى مع مدرب تاني لفتره طويله فبتتعلم اكتر بكتير. انا من نوع اللعيبه اللي انا بحاول اتعلم من كل مدرب حاجه. اتعلمت من كيروش حاجات كتير، اتعلمت من كابتن ايهاب برضو حاجات كتير مع انه ما كانش موجود فتره طويله. مش عارف بالظبط ايه الاحسن، بس احنا ادينا بشكل كويس جدا مع كيروش في الفتره اللي فاتت ووصلنا النهائي وعملنا حاجات كويسه. بالنسبه لي انا ما دام بنكسب وكل واحد بنلعب كلنا كفرقه، مش مهم بالنسبه لي ايه اللي يريحني اكتر، مهم اللي يناسب في الفرقه واللي هيكسبنا. في السنغال بمناسبه حديث فتره كيروش تعرضنا لضغط جماهيري قوي وغير معتاد يعني مؤخرا للاعبين المصريين، فهل حصل اكتر من اللي شفناه قدام الكاميرات؟ قدام الكاميرات احنا شفنا ليزر بيوصلات هتافات عادي بتحصل في النادي، لكن الكلام كتر قوي على ان الجمهور هو اللي خسرنا، الجمهور خسر. فهل ده كان في حاجه ما شفناهاش احنا؟ الاجواء طبعا كانت صعبه قوي، بس مش الجمهور اللي خسرنا. احنا لازم نبص على نفسنا ونشوف احنا عملنا ايه كويس وعملنا ايه وحش، ان احنا في الاول والاخر خسرنا الماتش والجمهور ما ينزلش يلعب معانا. بس طبعا الاجواء كانت صعبه، كانت صعبه جدا طبعا، والليزر كان دايما وانت في الملعب حاسس بيه في عينك ومش شايف الكوره كويس، بالذات ضربات الجزاء. انا ما شطتش بس من اللي انا كنت شايفه، بس دي كلها حاجات بنتعلم منها، ان احنا قدام لما نروح بلد في افريقيا رايحين نلعب ماتش مهم زي ده، انك تكون مجهز نفسك ذهنيا انك رايح تشوف حاجات زي دي فتنزل، وان احنا شفناها قبل كده حاجه هتساعدنا جدا طبعا قدام، وبالذات ان احنا خسرنا الماتش. في ماتشنا هنا اللي كان في القاهره الجمهور كان مالي الاستاد، ولكن البعض شاف ان التشجيع ما كانش قوي قوي، شاف ان كنا مقصرين شويه في تشجيع المنتخب في الماتش اللي هنا. انا كان بالنسبه لي كان احساس مش طبيعي ان انا ابقى في استاد القاهره، ان انا كنت دايما بروح اتفرج على الماتشات فيه، لعبت فيه قبل كده بس عمري ما لعبت فيه وهو مليان. اول لما نزلنا طبعا اول 10 دقائق تلت ساعه الصوت كان عالي جدا، بعد شويه الجمهور هدي شويه، كان ممكن يطلع اكتر، بس يعني الحمد لله كسبنا الماتش ده، وان احنا نكسب الماتش ده في استاد القاهره برده حاجه كبيره بالنسبه لنا. وطبعا بنحب نشكر الجمهور كله ان هو جه واتفرج علينا، ان الاستاد كان مليان فوق بعضه والناس كانت في الملعب قبل الماتش باربع خمس ساعات، فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. هي مصر كمنتخب مصر فقدت هيبتها امام كبار افريقيا، بقينا مثلا بننزل خايفين قدام فرق زي السنغال ونيجيريا، ولا يعني احنا ايه سبب الاداء الدفاعي شويه اللي بقينا بنلعب بيه قدام الفرق اللي زي دي عكس اجيال سابقه؟ يعني احنا ما بنخافش من حد، منتخب مصر ومنتخب مصر من اجمل المنتخبات في العالم. في افريقيا في بطوله افريقيا اللي فاتت لعبنا ضد المغرب ولعبنا ضد كوت ديفوار والكاميرون وكل الماتشات دي كسبناها، فده بيوري ان احنا من اجمل المنتخبات في العالم وما بنخافش من حد. وممكن يكون العكس، ممكن يكون الناس اللي بتخاف مننا، بالذات ان احنا معانا محمد صلاح معانا في فرقه من احسن لعيب في العالم، وبنحاول برضه في الفتره اللي جايه ان احنا نسترجع الروح وننزل الملعب كفرقه ونبقى منتخب مصر بتاع زمان اللي هو بيكسب اي حد. بمناسبه كلامك عن محمد صلاح، هو القائد كمان دلوقتي، مش بس نجم الفريق لكن هو بقى قائد الفريق. ايه الادوار اللي مش ظاهره لنا بيعملها معاكم كقائد للفريق في لم شملكم في تحفيزكم، الحاجات اللي احنا بنشوفهاش قدام الكاميرا؟ لا هو دور كبير جدا طبعا في الفرقه، يعني ان هو بس يكون معانا في الفرقه دي حاجه بتدينا ثقه كبيره، غير ان هو دايما بيتكلم مع اللعيبه الصغيره بيحاول ينقل لهم الخبرات اللي عنده. دايما احنا لما يكون معانا واحد زي ده ان هو حقق حاجات كبيره جدا، بتقدر تشوف هو بيعمل ايه كل يوم ان هو يحقق الحاجات دي، ودايما بيلعب على اعلى مستوى، وده بيديك دافع انك لما تكون شايف محمد صلاح دايما بيركز في كل حاجه صغيره انك تدي اقل حاجه، تدي اقصى حاجه في الماتش، ودايما يعني بيتكلم معانا قبل الماتشات ويدينا نصايح، ودي حاجه ساعدتنا يعني جدا في الفتره اللي فاتت. قال لك ايه انت بشكل شخصي كلاعب ومحترف في اوروبا زيه، وايه النصايح اللي انت خدتها منه ولو كنت اتكلمت معاه الموضوع ده؟ هل استشارته مثلا بانك بتقول ان انت نفسك تلعب في الدوري الانجليزي، هل استشارته في الخطوه دي هتكون مناسبه ليك ولا لا؟ يعني بنتكلم بشكل عام تقريبا، بنتكلم قليل عن الكوره، ان احنا دايما في الملعب وفي التمرين فالواحد بس طبعا اول معسكر ليا كانت الدنيا صعبه شويه، ان انا كان لسه ما اعرفش اللعيبه كلها فما اتكلمتش معاه قوي، بس دلوقتي بنتكلم كتير، ويعني شخصيه حلوه جدا بصراحه، وبنحاول دايما نتكلم على اي حاجه غير الكوره يعني عشان نحاول نفضي دماغنا شويه ونركز ان احنا
لما ننزل الماتش او التمرين نكون خلاص جاهزين. محمد صلاح بقى، طيب ليك مواقف انت شخصيه معاه استفدت منه فيها كقائد او اتكلم معاك فيها واستفدت منه؟ اه كان في كذا موقف. في موقف افتكره، كنا في ماتش كاميرون وكان ماتش الاجواء كانت صعبه والصوت كان عالي جدا، بالذات ان احنا كنا نلعب في بلدهم وماتش مهم جدا بالنسبه لهم. انا الحمد لله لعبت قدام جمهور كتير في بونسيا دايما، بس وقتها كان موضوع مختلف. فتقريبا في الدقيقه 30 او حاجه الدنيا ما كانتش ماشيه قوي معانا، ما كناش ماسكين الكوره، كنا ملوشين شويه، حد وقع على الارض اتصاب، فلقيته جاي بيكلمني بيقول لي ركز وما تخافش من اي حد، ما يهمكش اي حد، يلعب زي ما كنت بتلعب في التمرين وانت لعيب كويس وان شاء الله يعني هتعمل حاجه كويسه لو لعبت وما فكرتش في حاجه وانا باثق فيك وكده. طبعا ان انا اسمع كلام زي ده في وسط الاجواء دي، ان انا عمال بفكر احنا لازم نكسب ولازم نمسك كوره، حاجه كبيره وحاجه بتهديك وقتها في الماتش. ان يكون معاك حد زي محمد صلاح معاك في الملعب قائد زيه حاجه كبيره جدا. طبعا عمر انت من الناس اللي هم بتشوتر بيعرفوا يشوطوا حلو جدا، شفنا جونك في ليبيا، شفنا شوطك بتاعت كوت ديفوار في ضربه العارضه، ليه ما بتشوطش كتير؟ هل دي المشكله دي بقت بتزعلنا انا منتخب مصر ما بنشوطش كلنا كتير؟ هل دي تعليمات ولا بيبقى ايه السبب؟ مش تعليمات، بس تقريبا ما بيجيلكش الفرصة انك تشوت كتير في الماتش، بالذات ان احنا لما بنحاول نوصل دايما انا كعمر بفكر ايه احسن حل. ان انا وانا بجري بالكرة شايف 3-4 قدامي، يمكن لو اديت له الكرة هيبقى هو في مكان احسن ان هو يجيب جون، يمكن هي دي الاوقات اللي انا ممكن اغير القرار فيه واشوت واجرب. ان انا فعلا في البونسيجا وفي حتى في ماتش ليبيا جبت جون من بعيد وبعرف اشوط كويس الحمد لله، بس بوعدك ان في الماتشات الجايه ان شاء الله هحاول. خلاص تمام، وهنطلع الفيديو اول جون من شوطه يجيبه عمر ان شاء الله. ان شاء الله. اتقال كلام كتير عمر عن استبعادك من المنتخب الاولمبي، احكي لنا بالتفصيل مراحل التواصل معاك من المنتخب الاولمبي كانت ايه، وهل فعلا غيابك كان بسبب رفض النادي ولا كانت رؤيه فنيه من الجهاز الفني؟ انا ما كنتش موجود في الاولمبياد افريقيا اللي قبلها، اللي هي البطوله اللي خدوها في مصر، استبعدت تقريبا، كان الموضوع فني بحت من كابتن شوقي غريب. بس كل مدرب وليه الرؤيه بتاعته ومحتاج اللعيبه اللي هو بيشوف ان هم يفيدوه في الملعب بالطريقه اللي هو بيلعب بيها. طبعا كانت حاجه قاسيه عليا قوي وقتها ان انا ما كنتش موجود معايا في المنتخب الاولمبي بتاعي، بالذات ان انا وقتها كنت ابتديت العب مع الفريق الاول. طبعا ما كنتش مسمع جامد، بس كنت بشارك وبلعب في من احسن 5 دوريات في العالم، فكانت حاجه غريبه ان انا ما كنتش موجود. بس في الاول والاخر ده اختيار الكابتن شوقي. بس اتقال ان وقتها ان النادي هو اللي رفض، ده مش حقيقي في الاولمبياد؟ لا في افريقيا ممكن يكون حصل. يعني في الاولمبياد اللي حصل ان احنا الاولمبياد ما كانتش فيفا ديت، فما بتاخدش اجازه رسميه من النادي، فكان في مشاكل ما بين المنتخب والنادي ان هم مش راضيين يخلوني اروح. بس في افريقيا كانت موضوع فني. يعني بعد رحيل كابتن ايهاب جلال تحب توجه له ايه، تقول له ايه على الفتره القصيره جدا اللي قضاها معاكم؟ يعني طبعا كابتن ايهاب جلال مدرب محترم جدا ومدرب كبير في مصر، احب اشكره بالذات ان احنا ما قضيناش وقت كتير مع بعض، بس اتعلمت منه حاجات كتير واتكلم معانا كتير، والواحد شاف ان هو مدرب محترم جدا وعنده خبرات كبيره، وان شاء الله يعني ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه. اخيرا الصحافه ربطتك بالانتقال لارسنال وتوتنهام، فهل تلقيت فعلا عروض من ارسنال وتوتنهام؟ كان في كلام بس انا ما بركزش في الحاجات دي، انا عندي وكيلي ستيلر، هما دايما اللي بيعملوا العروض وبيتكلموا مع النوادي. انا باجي دايما في اخر الموسم او في فتره الانتقالات اللي في الشتاء، باجي اتكلم مع الوكيل اشوف العروض اللي موجوده وهل هي مناسبه. وان شاء الله دلوقتي احنا في فتره انتقالات الصيف، وحلمي ان انا اروح الدوري الانجليزي، فان شاء الله لو الفتره اللي جايه اشوف العروض اللي جايه ولو هي مناسبه ولا لا، وان شاء الله اعمل احسن حاجه باذن الله. ان شاء الله. تتوقع تكون السنه الجايه في اي دوري من الدوريات؟ يا سؤال صعب، ما اعرفش بصراحه، هو كلها على حسب النادي. انك رايح، انا رايح عايز العب طبعا الدوري الانجليزي، المانيا، اسبانيا، يعني هم دول الثلاث دوريات اللي انا شايف نفسي فيهم، بالذات ان هم بيليقوا عليا اكتر غير الايطالي والفرنسي. فبس ان شاء الله ربنا يكرم. طيب يعني عمر انا بشكرك جدا على سعه صدرك وعلى الحوار الممتع ده جدا، ويعني نتمنى ان هو يتكرر كتير.
ربنا يخليك. انا مبسوط جدا ان كنت معاك النهارده وان شاء الله الاسئله تعجب الناس، وباذن الله في الفتره اللي جايه اكون موجود تاني.